أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الوثائقي توقيت فوجيان الموسم الثاني. من خلال هذا البرنامج سنصطحبكم معنا في رحلة إلى مقاطعة فوجيان الخلابة، نتعرف معا أكثر على هذه المقاطعة وعلى ثقافتها العريقة. تيار المياه الصافي يشبه الحزام، والأشجار الخضراء تملأ المكان. إن مياه النهر هي بالضبط الحد الفاصل بين أسماك الين واليانغ، وتقسم جانبين القرية إلى قسمين. وهناك لقد تم بناء مبنى شونشوان ومبنى يودو، وهما مبنيين كبيرين دائرين يعرفان باسم تولو، أحدهما في الجنوب والآخر في الشمال، وهم قائمان على فلسفة الين واليانغ، مما يجعل التصميم العام للقرية يشبه صورة رياضة التايجي. لذلك تعرف قرية تاشيا أيضا باسم قرية تاشيا المائية الواقعة على الجبل. دعونا اليوم نتعرف معا على سر هذه القرية المميزة. 順著張氏家廟前的石砌台階而下，一條清澈可見的溪水呈 S 形之勢蜿蜒而來，將塔下村一分為二，清流如帶，綠樹如煙，一溪之水正好是陰陽魚的界限。 将村庄两面分割成太极之两仪，以南一北的两座大圆土楼顺昌楼和玉德楼就建在两仪的极点上，使得村子的整体布局恰似一幅太极图，因此塔下村又称为高山上的太极水乡。同时由于地理环境的限制，塔下没有土地建造大型土楼。 张姓族人便因地制宜，在沿溪两岸的空地上建起了一座座这行水乡模式的砖木结构吊脚楼。吊脚楼和大小不一的圆形、方形、曲尺形的客家土楼形态相映成趣，构成了大楼带小楼、高低错落、蔚为壮观的古建筑群落。村中小桥、 流水、曲径、石阶，动静相宜，仿若仙境，被外界誉为闽南周庄。顺昌楼是太极两仪的一眼。顺昌楼采用当地生土夯筑，设有双环围墙，是塔下村最大的土楼。外墙楼高四层， 沿着圆形的外墙有木板分隔成每层46个房间，内侧辟为走廊，内圈建筑约有三五十个房间，一般作为客房使用。中间是祖堂，是居住在楼内的数百人婚丧喜庆的公共场所。祖堂是土楼的核心，这是每一座土楼所必备的基础建筑。 同时，楼楼有厅堂，并以主厅为中心组织院落，以院落为中心进行群体组合，充分体现了客家传统敬祖睦宗、聚族而居、团结互助的传统美德。位于太极另一眼的是玉德楼，玉德楼是一座有着200多年历史的土楼。 1926年，玉德楼被军阀张毅放火焚毁。1972年，由本家族华侨张庆崇先生重新捐建。因当时需要住所的族人不多，所以只建了一半，另外一半则用一堵半月形的夯土墙围起来，上面盖着护墙网，整个土楼反而显得特别。从远处的半山俯视， 一半高一半低的玉德楼，就像女子身前飘逸的围裙，因此聪明的客家人就把它取名为围裙楼。文选楼是张氏先祖为了给子孙后代创造一个良好的学习环境， 专门建造的一所学堂。楼内赤昌亭的对联：世间善事终和孝，天下良谋独与耕。教育子孙后代要以忠孝为善，
以耕读传家，体现了兴师立礼的儒家思想。这座叫做何兴楼的土楼，则是灯火辉煌，人来客往。随着世界文化遗产福建土楼的声名远扬，土楼主人抓住商机，将它改造成了客栈，供远来的客人住宿，并可在其中体验一把土楼人家带着山林的木香，枕着潺潺溪水入眠的惬意生活。客人的惬意是短暂的，而客家人的惬意却是长久的。正是这里的好山、好水、好空气，让南靖塔下成了远近闻名的长寿村。在村中行走，常能碰到长寿的老人，或含饴弄孙，或闲坐聊天，或独享冬日里煦暖的阳光，生活恬淡而闲适。当然，长寿是没有秘诀的，除了纯净的村庄生活与淳朴勤劳所练就的身心素质外，不可忽视的还有一条，在于客家人自古注重孝道，兴师立礼，礼礼敦亲和睦，尊老爱幼的观念已深入到了每一个人的骨髓。因而张氏家庙德远堂前的石龙旗也由为贤者立，进而为寿者立。为寿者立石龙旗的是塔下村的知名华侨张德朗兄弟。1978年，他们为母亲张江运金的百岁寿辰立下了第15根石龙旗。为寿者立已是破例，在祖庙前为女性立旗，更体现了客家人思想观念的与时俱进。从那以后，只要有功于家乡，倾心慈善，造福桑梓，不论男女，有无功名，都要给予表彰。最新的第24根石龙旗，就是旅泰华侨张扬先生于2012年3月所立的。张扬先生1991年往泰国曼谷定居，现任泰国华人青年商会执行会长，多次捐资助学、修桥铺路，对家乡贡献很大。数百年来，塔下张氏涌现出了300多位文教、军事、科研人才和100多位旅居世界各地的华侨贤达。每年春节至清明期间，相邻的南欧村、曲江村的张氏村民都要聚集在德远堂举行隆重的祭祖仪式，不少海外侨胞也会赶来共叙亲情，并为家乡的建设出谋划策，贡献力量。村中那条奔流不息的溪流，每天都把清澈和洁净送到家家户户。这条与村民息息相关的溪流，建国前从村头到村尾只有三。
حياة القرية النقية والصفات الجسدية والعقلية التي تزرعها البساطة والاجتهاد. فإن الشيء الوحيد الذي لا يمكن تجاهله هو أن شعب الهاكا كانوا يهتمون بتقوى الآباء وتعلم القصائد وممارسة الطقوس منذ العصور القديمة، إلى أن تغلغل مفهوم الصداقة بين الجيران واحترام الكبار وحب الشباب في جينات الجميع. نشكركم على حسن المتابعة. أما الآن سأصطحبكم معي في رحلة إلى مقاطعة فوجيان، نستكشف ونتعرف معا أكثر على هذه المقاطعة. ابقوا معنا لتشاهدوا حلقة جديدة من برنامج لين في فوجيان. الصينيين المغتربين ورجل أعمال وتربوي وناشط اجتماعي، وقد قدم الكثير من المساهمات البارزة من أجل استقلال القومية وتحرير الشعب وازدهار الوطن، وقد ترك كنزا ثمينا روحيا وماديا. تأثر السيد تشان جياغانغ بوالده عندما كان شابا، وذهب إلى جنوب سنغافورة للعمل بالتجارة، وسجل علامته التجارية جونغ الجرس، وتعني أن جرس الإنذار سيقرع دائماً مذكراً الشعب بحب الوطن. تمكن السيد تشان جياغانغ طوال حياته من تأسيس والاستثمار في أكثر من 118 مؤسسة تعليمية، وقد بذل 68 سنة من عمره في مجال التعليم. في عام 1913 أسس مدرسة جيمي الابتدائية، وكانت هذه هي بدايته في تأسيس المدارس بنظام تعليمي حديث. تحت ضغط الأزمة الاقتصادية ورأس المال الأجنبي، واجه السيد تشان جياغانغ خطر إغلاق الشركة والأعمال. في عام 1933 إحدى البنوك في بريطانيا قررت تقديم المساعدات المالية له بشرط أن يتوقف السيد تشين عن تقديم الأموال لجامعة شيامن. عندها فكر السيد تشين أن الشركة إن أفلست يمكن تأسيسها من جديد، لكن إذا توقفت الجامعة فهذا سوف يؤثر على جيل كامل، وأيضا سيلحق الأذى بمجتمع كامل. لهذا كانت إجابته: يمكن للشركات أن تتوقف، لكن لا يمكن للجامعات أن تغلق أبوابها. على بوابة مدرسة جيمي هناك لوحة مكتوب عليها تشونغ يي، وتعني باللغة العربية الصدق والعزيمة، وهذا يعني أنه يجب أن نتعامل مع الآخرين بصدق وننجز الواجبات بعزيمة وإصرار. في عام 1929 وبسبب تأثير الأزمة الاقتصادية قام السيد تشان جياغانغ بجمع الأموال لكي يحافظ على جامعة شيامن، وقام بجمع التبرعات من الأصدقاء والأقارب، حتى أنه قام ببيع الفيلات الثلاث التي تسكن بها عائلته، واستخدم جميع هذه الأموال كميزانية لاستمرارية هذه الجامعة. بسبب وجود شخصية عظيمة ومعطاءة كهذه أصبحت مدينة شيامن بهذه الروعة، وأصبح الجميع يتطلعون إليها. السيد تشان جياغانغ ترك لمدينة شيامن كنز لا يقدر بثمن. وجود المعرض التذكاري ليس فقط لذكرى السيد تشان جياغانغ، بل أيضا يحث الناس هنا على الاستمرارية في مسيرته وفي روحه المعطاءة.